في شغلة بس سألتني عنها بنت كانت في الزوم، إنه ليه لما أنا أوجدت الآي أوت قلت له ليه ما أخذتها من هون؟ أنا يعني حليتها هون عشان يعني كانت أقرب لإلي الرسمة، فخلص يعني حليتها هاي الشيء. بس إحنا دايما بالعادة من هون نفصل من هون إنبوت وهون أوتبوت، حكيت دايما الآي إنبوت من هون باخذها، والآي أوتبوت نفس اتجاه الآي إنبوت، فهي هي هون كمان الآي أوتبوت بتكون. فعادي لو أنا حليتها على هاي الدارة وهاي الدارة نفس الحل بيطلع، لأن نفس الدارة هي متطابقة يعني، فما فرق معي الحل. فدايما انتوا اوجدوا الاي انبوت من هون تمام، وبتشتغلوا على هاي الدارة، والاي اوتبوت تشتغلوا على هاي الدارة تمام، مع انه ما هتفرق لانه هي اصلا نفس الدارة بنحط ونفس الجيت يعني هيك تمام. الان الباور ديسيبيشن، احنا بنعرف انه الباور ديسيبيشن كون هون انا عندي في سي سي، وهو عبارة عن الاي سي سي، طبعا هو الباور ديسيبيشن من السبلاي تمام، من الفي سي سي، هو عبارة عن الاي سي سي اوتبوت هاي زائد ال ICC output low على 2 ضرب VCC تمام. ال ICC خليني أجد أول إشي ال output low عشان أمشي مع السلايدات. ال ICC output low هي هون low، إذا ال input شو هيكون؟ هاي. إذا ال input هاي حكينا هون بيشتغل بال reverse، وهون بيشتغل on her 0.8 and here gonna be 0.5، وهون هيشتغل برضه on her 0.8 وهون 0.5. إذا ملاحظين هاي هذا الترانزستور أنا بعمري ما مشيت عليه، لأني يعني خلص هيك أسهل لي كجهود إلى آخره تمام. فنرجع لموضوعنا، حكينا إنه أنا بدي أحسب الـ ICC output low تمام. حكيتنا أول إشي حددت حال الـ input وحددت حال الترانزستورات تمام، وبرضه خليني أحدد الترانزستور هذا هيكون off، حكينا ليه بالزوم اللي قبل، وهذا هيكون شغال on active تمام. فهذا التيار اللي هون تمام، اللي هو الـ ICC توزع هون وتوزع هون وتوزع هون. خلينا نحسب تيار تيار. التيار اللي ماشي بالـ RB هيو بنمشي هيك، هيو هيك لهون هيك لحد الـ ground، فهو عبارة عن إيش؟ استنى امسح. عبارة عن VCC minus 0.3 minus 0.8 minus 0.8 على الـ RP. هاي أوجدت إيش؟ أول واحد تمام. هيو بدي أحسب الثاني اللي هو اللي فايت هون، هو عبارة عن VCC minus 0.5 minus 0.8 على ال RC. هاي حسبت التيار الثاني. صفى علي إني بدي أحسب التيار اللي ماشي هون. هسا كونه هذا مش موجود، فالتيار اللي هون نفسه هو التيار اللي هون صح، وهذا التيار مش هو تيار الكوليكتر تمام، وتقريبا هو نفسه تيار الإيميتر صح تمام. تيار الكوليكتر نفس تيار الإيميتر، فكيف بدي أحسب تيار الإيميتر؟ نقدر نمشي بهذه الجهود اللي هي عبارة عن 0.8 و 0.5 و 0.7 على إيش؟ المقام اللي هون الـ REP تمام؟ فهي هتكون عبارة عن 0.8 minus 0.5، أو هي plus 0.5 لأنه minus minus 0.5 minus الـ 0.7 على الـ REP. هاي هتكون نفسها الـ I collector اللي أنا بدي أجدها، اللي هي هي هون تمام. أنا مشيت بهذا اللوب هيك تمام، الـ ground هي هيك هيك جهود وهيك لحد ما وصلت الـ ground، أوجدت التيار اللي ماشي على هاي المقاومة تمام. أفهمكم شغلة، التيار اللي على هاي المقاومة هو عبارة عن الـ voltage اللي هون تمام، خليني أغير اللون، الـ voltage اللي هون على المقاومة صح، اللي هو V بنسميها هاي V على REP. فأنا بدي أحسب الفي اللي هون، الفي اللي هون بحسبها عن طريق هاي هيك 0.8 و 0.5 و 0.7 تمام. فهي 0.8 بلس 0.5 ماينس 0.7، هاي بوجد الفي تمام. وبرضو عشان ما تتخربطوا خليني أمشي معك، وهون كان موجب سالب تمام، وهون موجب سالب وهون موجب سالب، بمشي كي في ال أنا هسه الآن. فهي ماينس 0.8 ماينس 0.5 زائد كوني فتت بموجب 0.7 زائد ال V اللي أنا بدي إياه equal 0 تمام. فال V قد إيه؟ ناقص V قصدي سوري، ناقص V equal 0. فال V قد إيه؟ ودوا هدول للجهة التانية، راح تكون 0.8 زائد 0.5 ناقص 0.7 تمام. بس أنا وجدتها بطريقة سريعة عشان هيك، بس أنا مشيت KVL برضو تمام. فهي إيش؟ أوجدنا التيارات اللي هون. حد عنده مشكلة؟ أوكي.
نيجي نحسب هسا ال ICC output high. ICC output high ال input هيكون low. إذا ال input low شو رح يكون؟ هاد شغال on hard موجب سالب 0.5، وهذا هيكون off، وهذا هيكون off، وهذا حكينا edge of condition، وهذا هيكون forward active. تمام، فالتيار اللي ماشي هون هو عبارة عن تيار اللي هون، تيار اللي هون، تيار اللي هون. التيار اللي ماشي هون، تمام، كيف بدي احسبه؟ هون عندي كمان أنا جهد موجب سالب 0.8، وهو عبارة عن VCC، هاي أنا بدي أحسبها، تمام، VCC minus 0.8 minus V input، ما تنسوها V input بتكون معطى، على ال RB، هاي أول تيار، تمام. تمام، هسا بدي أحسب التيار اللي هون والتيار اللي هون. أوكي، هذا التيار هو نفس تيار البيز لهذا الترانزستور، صح؟ صح. وحكيت لكم كمان شغلة، إنه هذا الترانزستور، دقيقة شوي، هذا الترانزستور edge of condition، تمام؟ إيش يعني edge of condition؟ حكينا يعني إذا هون عندي لود بيكون أنا عندي تيارات بهذا الترانزستور، وإذا ما كان عندي لود إذا أنا ما عندي تيار لهذا الترانزستور، يعني هون ما في عندي تيار إيميتر لإله، ولا تيار بيز، ولا تيار كوليكتر، تمام؟ بس هو شغال بيكون معطي جهد 0.7 بس ما في إله تيارات، تمام. فالتيار اللي ماشي هون كونه هون ما في تيار، تمام، فهو نفس التيار اللي هون، صح؟ صح. طيب في شغلة بتسهل عليكم الحل، هحلها أنا بطريقتين، تمام. الشغلة اللي هتسهل عليكم الحل، هذا مش هو تيار البيز، وهذا تيار الكوليكتر. طيب إحنا بنعرف إنه الـ IE شو تساوي؟ I بيز زائد I كوليكتر. وإحنا بنعرف كمان قبل شوي لما حكينا إنه الـ ICC الـ output high هي عبارة عن الـ IRB زائد الـ IRC زائد الـ IRB، الـ IREB، صح؟ أو I، مش حافظ اسمه، IRCP، تمام. طب هدول مجموعهم الاثنين بعطيني إيش؟ I emitter. إذا صفى علي إنه الـ ICC output high هي عبارة عن الـ IRB زائد الـ I emitter لهذا الترانزستور، طبعاً للـ QP. طيب كيف بدي احسب الاي ايميتر للـ QP؟ الاي ايميتر للـ QP بمشي بهذا اللوب، تمام، اللي هو عبارة عن VCC minus 0.7، هيو VCC minus 0.7 للـ ground، على الـ RC زائد الـ REB. بس في شغلة هسه بحكي لكم اياها، انا بدي اي ايميتر، صح؟ يعني بدي الاي اللي ماشي بالـ REB، صح؟ صح. طيب الـ RC أنا نقلت تيارها، كوني أنا أخذتها هون ضمن الحساب، نقلت تيارها من البيز للإيميتر، إذا شو بدي أعمل؟ بقسم على بيتا زائد واحد، بس هاي الشغلة بدك تعملوها، تمام. فأنا كوني نقلت تياره من البيز للإيميتر فبقسمه على بيتا زائد واحد، هي هيك أنا وجدت الآي إيميتر. هاي الطريقة شو عملت لي؟ سهلت علي إني بدل ما أحسب هذا التيار وهذا التيار، خلص أنا هيك طلعت هيك حكيت أوكي، ما هو التيار كوليكتر وهو التيار بيز ومجموعهم بعطيني تيار ايميتر، وحليت زي هيك. طيب خليني احل على شغلة انه مثلا ما خطر في بالكم انه مجموعهم بعطيني اي ايميتر، خلينا نحل حبة حبة. هذا اوجدنا تياره، تمام، وهذا هسه بدي احسب تياره، تمام. التيار اللي ماشي هون خلينا نحسبه، في سي سي ماينس 0.7، في سي سي ماينس 0.7 على ار سي زائد الار اي بي. بس في شغلة بدك تعرفوها، كوني نقلت تيار من إيميتر لبيز شو بعمل؟ بضربه بيتا زائد واحد، صح؟ صح. طيب هذا عبارة عن الـ I بيز، وهذا حكينا عبارة عن الـ I كوليكتر، هذا الـ IRCP I كوليكتر. أنا بعرف كونه بالأكتف إنه الـ I كوليكتر شو بيساوي؟ بيتا I بي، والـ I بي هيني أوجدتها، بضربها في بيتا بطلع الـ IRCP، بروح بجمع الجواب هذا مع هذا الجواب ومع الـ IRCP بيطلع معي الـ ICC output high، وما تنسوا تجمعوها مع الـ ICC output low، تقسموها على اثنين وتضربوها بـ VCC بيطلع معكم الجواب. طبعا إذا حليته بالطريقة السريعة أو بالطريقة المعتادة بيطلع معكم نفس الجواب، تمام. حد عنده أي استفسار؟ أوكي، الآن بهذا السلايد بحكي عن الـ STTL، وهو في له تشابتر لحال، تمام، فإن شاء الله بيكون له شرح لحال. حد عنده أي سؤال من اللي حكيته هون؟
أو أي إشي سبق يعني.